انا لازم الحديث ياخدني معاك في كذا اتجاه، بس عايز ارجع تاني لهذا الحب العظيم لرموز واسماء كبيره في تاريخ الكره المصريه. قلت طبعا. انتهز الفرصه ومعايا الاستاذ الكبير الاستاذ حسن المستكاوي ونتذكر اسماء عظيمه في تاريخ الكره المصريه، وعايز ابدا معاك باسم كبير عدى على الكره المصريه، واسم كبير لاعب للنادي الاسماعيلي ومنتخب مصر، كابتن الكبير كابتن علي ابو جريش. تفتكر ايه للكابتن علي ابو جريش؟ بص، في يعني لكل فريق اساطير، اساطير بمعنى لهم تأثير. بس انا الاسطورة عندي اللاعب المبدع. يعني ايه الاسطورة؟ مش ارقام، الاسطورة ابداع. الاسطورة اللي هو اللاعب اللي انت بقاعد تتفرج في الملعب وبتقول انا عايز الكرة تروح له. صحيح، عشان كل ما الكرة تروح له هو هيفاجئك بحاجة تقول يا ابني الايه، الله ايه الحلاوة دي، خطير. مش كل اللعيبة بيعملوا معاك ده. صحيح. كابتن علي ابو جريشه بقى اولا هو اللي طبعا ما فيش لاعب برضه بيجيب البطوله لوحده، واللي بيجيب البطوله فريق. فمن ضمن الاختيارات بتاعت احسن لاعب في العالم او احسن لاعب او جايزه بالندور، يعني انا مش عايز اختار ارقام، يعني المبدع ليفاندوفسكي بيجيب اجوان كتيره جدا وعمل ارقام مذهله. لكن انا بشوف ان محمد صلاح لما بيغرب الاربعه او خمسه او ست لعيبه في ال 18 ده هدف ما بيعملوش ليفاندوفسكي. هو بيشوف الجون كويس وبيسجل على طول واعصابه هاديه ومهاراته هي دي. بس انا اقصد الابداع، يعني الابداع. كابتن علي ابو جريشه كان مبدع وكان كمان له تأثير في بطولات الإسماعيلي من أول كأس الدوري، من أول الدوري 67، وكمان كأس أفريقيا، ثم بطولتين دوري كمدرب لما كان هو كمان مدرب. فدوره مع الإسماعيلي ومهاراته طبعا كانوا حتى الألقاب بتاعته فاكهة الكرة المصرية. الرشاقة بتاعته والمهارة بتاعته وضربات الرأس بتاعته، يعني اعتقد يعني الناس في الاسماعيليه متاثرين برضا، لان رضا يعني مات للاسف في شبابه وكان من اسطوره الاسماعيلي وحب. بس لما 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 مات في حادثه وهو لسه في شبابه اتعمل اسطوره. هو كان لعيب رائع طبعا، هايل يعني، انما الاسطوره ما اكتملتش. يعني كان عمره قصير في الملعب وما اداش للاسماعيلي زي ما كابتن علي ابو جريشه ربنا يديله الصحه ادى للاسماعيلي. فالاسماعيلي يعني احيانا في اشياء غير الملعب بتصنع اساطير. صحيح. طيب هاتوا لنا الصوره يا جماعه الثانيه، واسم كبير عظيم ايضا في تاريخ الكره المصريه استاذ حسن المستكاوي كلمنا عنه بالتاكيد في ذكرى وفاته اليوم، رحمه الله عليه، الكابتن الكبير كابتن ثابت البطل. الله يرحمه. ثابت ابن بلد، جدع، شهم، راجل. المواصفات دي مش يعني مش من يعني مش سهله يعني في اللي بني ادم يعني يعني بالمعنى الحرفي للكلمه يعني. لعب 17 موسم في النادي الاهلي مثلا. طبعا هو من مريد الحوامدية، أو يعني لعب في الحوامدية، ومشكلته مع المرض، مع الكانسر، أو يعني المرض اللي كان جاله حاجة مؤلمة جدا، وتوفى وعنده 52 سنة، 51 سنة. ولآخر يوم في مشهد الناس مش هتنساه أبدا، مشهد ثابت البطل وهو في الملعب بالبطانية الحمراء دي والطاقية الحمراء وبيتابع مباراة أهلي وزمالك على ما أذكر يعني، وهو توفى في الملعب يعني. وكان حريص دايما إن هو يبقى في آخر أيامه يبقى مع الفريق ويبقى موجود ويعمل دوره. هو طبعا كان مدير كورة، مدير كورة مرتين على ما أذكر يعني،
وثابت البطل يعني حتى يعني كنت ساكن في عمارة زمان، وهو كان بالصدفة جه قدامي في نفس العمارة، بس عزل بعد شوية يعني ما استمرش معانا يعني. إنما طبعا أنا قربت له كتير، أنا قربت الجيل ده كله يعني بشكل عام يعني بحكم المهنة بالصحافة اللي أنا سنة أيامها يعني لما كنت بشتغل صحفي تنفيذي زي ما بيقولوا يعني أنزل ملعب ومش عارفين، كنت بروح الأهلي بروح الزمالك وبروح الاتحاد وبروح مع المنتخب، فبشوف الجيل ده باستمرار بعكس الأجيال دلوقتي. يعني أنا ما بحتكش باللعيبة قوي دلوقتي، لكن زمان كان في احتكاك إنساني كمان صحيح. مش مهني. وعلى فكرة كان لازم تفصل قوي بين الاحتكاك الإنساني والاحتكاك والعمل المهني يعني تبقى لعيب صاحبك وأصدقاء، وبعدين يلاقي في الجورنال نقد ليه يعني تبقى حاجة عايز. صعبة بس ده العادي. تعلمنا كده، تعلمنا ان انا اعمل شغلي مش عشان بقى الصحوبية والصداقة، بعمل شغلي بما يملي علي ضميري المهني عشان خاطر الناس، وبالليل نتعشى مع بعض عادي طبعا يعني ببساطة شديدة مالهاش علاقة بالصداقة طبعا. وانا كنت بضرب مثل بقول لهم يا جماعة انا بكتب عمود كل يوم بقالي سنين، بكتب عمود اتنين في الاسبوع حلوين قوي واربعة نص نص ولا اتنين نص نص واتنين وحشين يعني هو انت هتلعب كل ماتش يعني 10 من 10؟ ده مش صحيح، مستحيل. انما انا بحاول ان انا ابقى كويس في كل مرة، لكن ما بقدرش، ما فيش حاجة بتخليني، ما فيش حد بيبقى كويس على طول يعني صحيح. يعني 10 من 10 دي حاجة صعبة قوي فيعني طيب اسم كبير ايضا عظيم في تاريخ الكره المصريه هو المعلم كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته طبعا من اللعيبه العبقريه، ليه اهداف شهيره جدا، هدف في المصري مثلا من نص الملعب، هدف في الاهلي على ما اذكر اللي ما اتحسبش في سنه 78 او حاجه زي كده. بس لمعان كابتن حسن شحاتة التوهج بتاعه ما كانش في يعني قمة التوهج كان في الكويت، وهو لما توهج في الكويت مع كاظم على ما أذكر برضه ابتدى يرجع بقى لمصر والنادي الزمالك. إنما هو واحد من اللعيبة القليلين جدا اللي تعمل لهم هتاف مخصوص يعني حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم، ده تاني لاعب مصري اظن بعد حمادة امام يتعمل له هذا الهتاف مخصوص يعني بص شوف حمادة بيعمل ايه، حسن شحاته يا معلم خلي الشبكه تتكلم. الله. طيب ايضا اسم كبير وفي حب هذا الاسم الكبير كابتن حمادة امام الله يرحمه طبعا. بص شوف حمادة بيعمل ايه، كابتن حمادة طبعا نجم كبير جدا. انا اعتقد ان حضرتك كل الاسماء اللي بقولها دي لك ذكريات معاه. طبعا واشتغلت معاهم ذكريات شخصيه ومهنيه، كنت بهزر معاه طبعا جدا طبعًا. وكلهم بهزر معاهم طبعا وكلهم برضو يعني مرتبطين بوالدي يعني يعني الجيل ده الجيل بتاع كابتن حماده وكابتن حسن والمجموعه دي يعني جيل الستينات المبهر بالنسبه للكره المصريه والزمالك يعني كان. فكابتن حماده طبعا يعني اولا دمه خفيف جدا، لعيب هايل، لعيب اتعمل له هتاف مخصوص لما جاب اجوان 3 اجوان باين في وستهام، ماتش وستهام كان بطل انجلترا وديربي كاونتي وفرق انجليزيه كتير الزمالك يعني كسبها في الستينات طبعا. وانا كنت قريب ليه جدا وكنت بطلع دايما معاه في البرامج بتاعته، كنت بهزر معاه واقول له حازم امام احرف منك يضحك حلو طبعا وبقول كده لحازم يعني وكنت بقول له كده بجد يعني وكان يضحك بضحكه الاب والسعاده بتاعت الاب ان ابنه متفوق يعني وربنا حط الشعور ده عند كل اب في الدنيا ان يتمنى ان ابنه يبقى احسن منه يعني صحيح. انسان دمه خفيف جدا، وانا طبعا يعني من الناس اللي كنت سعيد جدا وقعد وده أسرة بقى لها في الزمالك أكتر من 100 سنة
الصورة اللي بعد كده هو اسم كبير أيضا وعظيم في تاريخ الكرة المصرية، الكابتن الكبير كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه. كابتن جوهري طبعا حاجة أسطورة كلاعب، واحد من اللعيبة المؤثرين جدا في النادي الأهلي ومنتخب مصر في الخمسينات، نهاية الخمسينات. أنا ما شفتوش كتير بيلعب طبعا، يعني كنت صغير يعني، لكن أنا عاصرته مدربا في كل مراحله وكان أصدقاء شخصيين يعني، كنا وكنت أنتقد ساعات طريقته في اللعب والدفاع مش عارف إيه، لكنهم ما كانش يقعد يتكلم، كنت بحب أتكلم معه في الكورة أتعلم منه كل ما هو جديد. واحد من الناس اللي طوروا الكرة المصرية، وخصوصا تحركات أو الأداء الهجومي للظاهرين يعني، عمل ده مع الأهلي وعمل ده مع الزمالك لما راح درب الزمالك. ايضا في حب ايضا اسم كبير في تاريخ الكره المصريه، الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. ملك النص طبعا. يعني خلي بالك احنا بنقيم او بنتكلم على زمن كان فيها المساحه وفيها الوقت. فلما كابتن فاروق جعفر ياخد الكوره ويمشي بيها شويه ما حدش بيضغط عليه، بعدين يعمل باس بمنتهى الدقه لكابتن حسن شحاتة، كابتن طه بصري، كابتن علي خليل، الدقة دي هي اللي أكسبته لقب ملك النص. طبعا ليه ألقاب تانية، أوناسيس ومش عارف إيه بتاع ده يعني، إنما هو لاعب أيضا مبدع جدا، وعلى فكرة دمه خفيف جدا جدا طبعا جدا يعني. طب طيب الصورة اللي جاية يا جماعة لي واحد من أساطير النادي الأهلي وأساطير الإدارة الرياضية المصرية، كابتن صالح سليم. طبعا لا يعني أسطورة، كاريزما هايلة وستايل وشخصية قوية جدا وثقافة رائعة يعني، وإدارة بقى. والكابتن صالح سليم لما قال الأهلي فوق الجميع، قال ده بمناسبة الانتخابات 92 ان الاهلي فوق جميع الناس اللي مرشحين نفسهم في الانتخابات، ما قالش ان الاهلي فوق الجميع، فوق كل الانديه. ممكن حد يعني يقول المعنى ده، لكن الحقيقه الكابتن صالح لما قال ده ما قالش الا بالمعنى اللي انا بقوله لك ده. انا تشرفت ان انا كنت في وقت من الاوقات صديق لي، اتكلم معاه كتير وبحب اتكلم معاه. هو شخصيه عظيمه، كاريزما هايله جدا، نجم بكل معنى النجوميه يعني. الستايل بتاعه في الملعب، شكله، لغته، طريقته في الكلام، لم يكن يحتاج اي شيء من النادي الاهلي، ولا يمكن. انا كنت صاحبه جدا، ولا يمكن كنت اقدر اقول له انا عايز ابقى عضو في النادي الاهلي واعمل لي خصم، يا ريت يا كابتن وحياتك وبتاع دي. كان شنقني. كان شنقني، وعشان كده انا مش عضو في نادي الاهلي يعني، ولا عضو في نادي الزمالك يعني، انا عضو في نادي واحد بس. يعني ناديين في المعادي يعني. مش النادي الاهلي. لا 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 لا، ده بسهوله جدا يا كابتن صالح. انا عايز لا مش حاجه اسمها بسهوله. لا يعني اقصد بسهوله ان يجي لك القرار، لكن ما مش هتقدر لصالح سليم يعني، لا يمكن. رحمه الله عليه يعني، لا يمكن. يعني مش عايز احكي تفاصيل يعني لمواقف منه هو مع ناس تانية، لا لا لا، ما لا يقبل، ما فيش حاجة اسمها. على فكرة كابتن حسن حمدي لما قلت له أنا عايز أبقى عضو يعني، قال لي روح ادفع اللي الناس بتدفعه. قلت له يا عم معيش فلوس أنا، ما فيش الحكاية دي، ما فيش فيها واسطة في الأهلي. صحيح. واحد من أهم لاعبي كرة القدم المصرية على مر التاريخ وعلى المستوى الإداري طبعا، اسم كبير الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. حبيبه طبعا. ده مبدع بجد بقى يعني. يعني شوف انا اتكلمت على كابتن صالح بحب طبعا، شخصيه عظيمه. بس كابتن محمود الخطيب احرف من كابتن صالح سليم. محمود الخطيب في عز نجوميته ما كانش يقدر يمشي في الشارع، صعب جدا، الشارع يتقلب يتقفل يعني. تحب الكره تروح له بقى يعني، عشان هيبدع. ده واحد من اللعيبه القلائل اللي كان لو هو اسمه في التشكيل او مش في التشكيل يبقى خبر مهم. مفيش حد الحقيقه يعني
ما تفرقش قوي يعني دلوقتي في الحاجات دي. أسطورة من أساطير الكورة. طيب اسم آخر كبير في تاريخ النادي الأهلي والإدارة الكروية المصرية ولاعب كبير أيضا في خط الدفاع، الكابتن حسن حمدي. وزير الدفاع فعلا، كان ليه ستايل شيك قوي، التوقع، ومن جيل عظيم طبعا في النادي الاهلي، انه عمل انتصارات مهمه، جيل السبعينات او جيل يعني التلامذه اللي طلعوا ناشئين. والكابتن صالح لما خاطب جمهور الاهلي قال احنا هنعمل فرقه كلها اولاد صغيرين ناشئين، لكن مش هناخد بطولات، هناخد بطولات بعد سنتين مثلا. واخد البطوله 7 سنين مع المدرب ديكوتي، وكان هو مدير كره كابتن صالح. وطبعا حسن حمدي كان اداري، وابتدع بقى فكره صندوق اللعيبه وصندوق اللاعبين يعني، والمكافآت، وعمل اللوائح والحاجات دي كلها، ولا يمكن كنت تاخد منه خبر يعني، ما تقدرش. في حب هذا العظيم الاستاذ العظيم استاذ ابراهيم يعني حجازي، اخر سوره. الله يرحمه يعني، ده بالنسبه لي انا حاجه يعني كان نفسي اتكلم عنه كتير، وكنت مستني حضرتك اللي تتكلم عنه. لا انا فقدت اعزاء كتير، بس ابراهيم يعني كان سند، وكان جدع، وكان شهم، وعمل خير في حياته، اعطته كميه حب بعد وفاته مذهله. عمل خير، جاب لمستشفى السرطان، مستشفى الاطفال السرطان، 22 مليون جنيه بفكره لتلاميذ المدارس، اتبرعوا بجنيه وقدروا يجمعوا للمستشفى. وعايز اقول لك ان دكتور شريف مدير المستشفى قال لي قريب بعد وفاه ابراهيم، مش هقول لك احنا يعني عملنا له صدقه جاريه وكل حاجه، بس لما عمل كده ما كانش عندنا مليم في المستشفى وانقذنا. وهقول لك حاجه تانية كمان، ما فيش واحد بعد، انا فوجئت الحقيقه بعد وفاه ابراهيم، كل واحد بيتكلم عنه بيقول انا عمل لي كذا وعمل لي كذا ودخلني المستشفى واداني كذا واداني كذا. كل واحد له قصه. ما كناش نعرف طبعا، انا عارف ان هو جدع، وعارف ان هو بيعمل خير وبيساند. لو واحد قال له انا عيان يقلب الدنيا عشان يتعالج، ويعمل المستحيل عشان البني ادم ده يخف. بص يعني انا قلت لك الاول على ثابت، الجدعان دول حاجه حلوه قوي. صح. الله يرحمه يعني، انا مش الحقيقه مش مصدق يعني، استغفر الله العظيم يعني، دي الحقيقه الوحيده اللي في الحياه. لكن يعني كان موجود في حياتنا اصله بشكل دائم يعني انا عشت مع ابراهيم يمكن اكتر ما عشت مع ابويا وامي يعني.